فيديو توضيحي يوضح للطلاب كيفية استخدام نظام الاختبارات الالكترونيه للاجابه على الاسئله في الموعد المحدد للاختبار يقوم الطالب بالدخول على نظام الاختبارات الالكترونيه يقوم بادخال اسم المستخدم وكلمه المرور الخاصه به على البوابه الالكترونيه للطلاب مايو يقوم الطالب بادخال اسم المستخدم وكلمه المرور ثم الضغط على تسجيل الدخول يظهر على الشاشة الاختبارات الموجهة للطالب لأدائها ، يقوم الطالب بالدخول على الاختبار ، يجب قراءة تعليمات الاختبار جيدا والانتظار حتى أن يتم تفعيل زر التالي ، عند تفعيل زر التالي على الطالب اختيار التالي ، لتظهر الأسئلة المراد إجابتها مع تحديد الوقت المتبقي للاختبار. لتوضيح الألوان الظاهرة على الشاشة، اللون الرصاصي لم يتم رؤيته، سؤال لم يتم رؤيته. اللون الأحمر لم يتم الإجابة عليه. اللون الأخضر، الأسئلة التي تم إجابتها. اللون المظلل وهو السؤال الذي سيتم المراجعة إليه مرة أخرى. يقوم الطالب بالإجابة على الأسئلة. يمكن للطالب تفريغ الخانات. أو تخطي والتالي، على أن يتم الرجوع إليه مرة أخرى للإجابة عليه، أو الضغط على التالي بعد إتمام الإجابة. يمكن للطالب تخطي والسابق بالرجوع إلى السؤال السابق، أو تخطي والتالي، أو التالي، أو الرجوع إلى السابق. يتم الإجابة على كافة الأسئلة أو التنقل بين الأسئلة التي تم إجابتها سابقًا، أو تخطي السؤال الحالي والرجوع إلى باقي الأسئلة الخاصة بالاختبار. يجب على الطالب التأكد من الإجابة على كافة الأسئلة، لتفعيل زر مظلل، يجب على الطالب اختيار إجابة معينة على أن يتم الرجوع إلى هذا السؤال مرة أخرى. كنوع من أنواع التأكيد يتم الضغط على الشاشة الصورة الموجودة على الشاشة، ثم الضغط على التالي ليظهر شكل السؤال بمظلل، يمكن للطالب الرجوع إليه مرة أخرى للتأكيد على الإجابة، وحذف التظليل، ثم الضغط على التالي، على الطالب إتمام عملية الإجابة على كافة الأسئلة. يجب على الطالب التأكد من إجابة جميع الأسئلة بعد الانتهاء من الإجابة على الأسئلة يظهر للطالب راجع إجاباتك الأسئلة التي لم يتم رؤيتها زيرو لم يتم الإجابة عليها واحد فيمكن للطالب الرجوع إلى السؤال الذي لم يتم إجابته للإجابة عليه وباختيار السؤال الذي لم يتم الإجابة عليه يتم اختيار الإجابة، ثم الضغط على التالي. يمكن للطالب مراجعة كافة الإجابات التي لم يتم مراجعتها بعد، ثم الضغط على التالي بنهاية الأسئلة. يمكن على الطالب إنهاء الإجابة، بعد التأكد من صحة الإجابات، ستظهر ثلاث رسائل للتأكيد. أول رسالة: هل تريد إنهاء الاختبار؟ يمكن للطالب اختيار مغادرة الاختبار أو اختيار إلغاء ليتم الرجوع إلى الإجابات مرة أخرى للتأكيد عليها ثم الضغط على مغادرة الاختبار. الرسالة التأكيدية الثانية: تم حفظ الإجابات وسيتم إنهاء الاختبار ومغادرة البرنامج هل أنت متأكد؟ يمكن للطالب الإلغاء أو مغادرة الاختبار بالتأكيد على الإنهاء. الرسالة الثالثة الخاصة بالتأكيد هو هو تأكيد أنه لن تتمكن من الوصول للامتحان بعد مغادرة الامتحان، هل أنت متأكد سيتم مغادرة الاختبار بالتأكيد أو الإلغاء للرجوع إلى الأسئلة مرة أخرى للتأكد من الإجابات المدخلة، وبالضغط على مغادرة الاختبار، ستظهر نتيجة الاختبار إذا تم إتاحة هذا من خلال مشرف البرنامج أو مشرف الاختبار. الدرجه درجه الاختبار الكليه من عشره درجه الطالب ودرجه وعدد الاسئله عدد الاسئله الصحيحه وعدد الاسئله الخاطئه بعد الانتهاء يتم الضغط على خروج او انتهاء المده الزمنيه المحدده على الشاشه نشكركم على حسن المتابعه مع تحيات مركز تقنيه الاتصالات والمعلومات جامعه المنصور